القديم حرام عليك. قلت لك كنت شاربه ومش فوعي، فجأة لقيت نفسي بعمل كده. انت ايه يعني؟ عمرك ما غلطت؟ انا اول مرة في حياتي اعمل كده. انا عمري ما خنتك، رغم اني عارفة ومتأكدة انك خنتني كتير. انا ما ينفعش اروح كده. لو لوجيك انا صحي هنقول لها ايه؟ بليز يا نادين، احنا فرطة كبيرة قوي، لازم نهدى ونفكر بالعقل. أنا خايفة يكون حد شاف عربيتك عند فيلته، ولما يلاقوا جثته يوصلوا لنا وتبقى مصيبة، ولا حتى ممكن يتهموك بقتله لو كان مات. لو كان عايش بقى تبقى مصيبة أكبر. انزلي. انزلي فين؟ انزلي هنا. نادين طب خلينا نروح. طيب لا يا نادين بليز. بليز يا انت طالب. Ha ha ha.